فوايد ماسك الفحم انه هو يدش داخل المسام، ينظف المسام، يقلل من حجم المسامات اذا في تصبغات في البشره فيخففها، ومع الوقت ممكن تروح لكن اذا داومتوا عليه. بالنسبه حق البنات اللي عندهم، يعني حق الناس اللي عندهم حب شباب، يشيل كل السموم والدهون الزايده في البشره، فهذا الشيء. بعد الفحم في معادن وايد مهمه حق البشره، يخلي البشره صافيه، فيها نضاره، يشيل كل. من اقوى واحسن الماسكات هو ماسك الفحم وماسك الكركم، انا دائما اسولف عنه بس عشان ما انساه. الفحم وايد مهم، وايد وايد وايد، حتى اللي عندهم تصبغات عليكم بهذا الماسك. انزين، يعني شلون الماسك؟ في ماسك، طبعا شركات التجميل وهذا كله يصنعون هذا الماسك من الفحم، لكن الحين مسوين ماسك بطريقة لا تقولوا لي دمر وشون نغسله وشون نسويه. شوفوا الحين السحر، هذا هو ماسك الفحم، هذا شكله بالمغناطيس. راح تحطون الماسك، هذا هو الماسك، تدهنونه على وجهكم، تمام؟ اي غسلوا وجهكم، خلنا نحط لكم انزين، وتشيلونه بالمغناطيس، ما تحتاجون ماي ولا يبقع ولا يدمر ولا لويا ولا شيء. هذا الماسك مال الفحم، وهذه القطعة اللي تشيلون فيه وتدهنونه بالويل، عقب تخلونه 20 لـ 30 دقيقة، بعدين العلبة، هذه العلبة فيه معاه، اوكي؟ بلاستيكات وايد، شو مو بلاستيك، نايلون قصدي، اوكي؟ تلبسونه هذا المغناطيس، تلبسونه المغناطيس وتشيلون الماسك بالمغناطيس، ما له داعي ماي. الحين حطيت الماسك، اوزع عادل على كل بشرتي بالتساوي. خلاص الحين حطيت على كل بشرتي، الحين اخليه 20 نص ساعة، 20 دقيقة، نص ساعة عادي، بعدين بوريكم شلون ينشال يونس. المنظر اللي قاعد اشوفه حاليا ذكرني بالبحر الميت، لما رحت كلهم شي مصبغين بطين البحر الميت، بس هذا الفرق فحم. انا برا البحر الميت. طيب ما شاء الله. طبعا نزلت لكم الحين البوكس اللي فيه الماسك والادوات مع المغناطيس وكذي. تان 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 تان. الله، وشلنا الماسك بهذه الطريقة بالمغناطيس، حد عجيب.